تشاجرت مع زوجتي في هذا اليوم بسبب طبخ مناسبة ولم تأخذ أمرا بالتنفيذ، وقلت لها إنك طالق طالق طالق، وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله، وقلت إن الله وإنا لا يرجعون، ولي منها 3 أولاد وهي حامل وهي راضية وأنا راضي. هذا من عجائب الزمان، ما جودة الطبخ يطلق على جمال جودة الطبخ، جودة الطبخ تنصح المرة الثانية في طبخين إن شاء الله. عند هنا يعني نقص الطبخ عما ينبغي في رأيي تطلقها، كانت رخيصة لها عزم في 100 ريال ما سويت كذا. امرأة أم أولادك جاءت بالألوف الكثيرة ثم تطلقها عند أقل شيء، هذا لا شك أنه نقص كبير، نقص في العقل وظاهر في الدين، ما يليق المؤمن هذا الشيء. أما الفتوى تحتاج إلى حضورك عندنا إن شاء الله، ننظر الفتوى إن شاء الله.